السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا متابعي دروس دروس الإيطالية مع حضراتكم محمد هلال والنهاردة هنتكلم عن الباركود رقم 19 اللي هو بتاع البريافيزو دي سيمافورو فيرتيكالي وبريافيزو دي سيمافورو أوريزونتال تنبيه لإشارة أفقية إشارة ضوئية أفقية وتنبيه لإشارة أفقية رأسي تمام نشوف آه نشوف الأسئلة بتاعتهم قبلنا بس عن السيمافورو يعني سواء كانت قايمة ولا نايمة أول سؤال بيقول إل سنيال رفيجوراتو برانونشا اون سينسو أونيكو ألترناتو طب أنا راضي ضميرك ده سينسو أونيكو ولا قدامك سيمافورو هي ده سيمافورو سينسو أونيكو فالسو إل سنيال رفيجوراتو برانونشا l'accesso al ponte di دي نافي تراجيتو بتوصف ان في الكوبري بتاع دخول النافي بتاع المراكب والعبارات السفن والعبارات هذا فالسو ملاش علاقة السنيان رفيقوراتو برا النون شالا بريزنسا دي كورسية ريسر حارات ريفرسيبلي حارات متغيرة حارات تتبدل

اشارات الخطر بتيجي اشارات الخطر بتيجي 150 متر قبل الخطر عادة نيل سينيال في الاشارة دي الديسكو جالو بو اسر سوستيتويتو دا اونا لوتشي جالا لامبي الدايرة الصفراء الديسكو الجالو الدايرة الصفراء ممكن يتم تبديلها بضوء اصفر لامبي جالت بيئيد ويطفي فيرو ال سينيال بو افير الديسكو روسو ممكن الدايرة الصفراء اللي في الاشارة ده هي الدايرة انا اسف سوستتويتا داونا لوتشي روسا لامبجانتي بيجي بدلها لو نور احمر بيد ويطفي لا فالسو لان اللي بيض ويطفي في السيمافرو هنا بيبقى الاصفر وليس الاحمر تمام فهنا فالسو ال può avere il, disco rosso sostituito da una luce نفس السؤال بس بدل ما كانت الاشاره كانت نايمه جابها لنا فهنا برضه il segnale raffigurato punto عند منطقه اغلاق على الطريق استتويتو ديور جني دي بوليسي المنطقة اللي غلق ديك منظمة بمين بأفراد البوليس لا فالسو مش ملزم تقف مش بتاع البوليس مش هروح يقف تحت السيمافور عشان يوقف حضرتك بس هيحط إشارة ألت بوليسية وانت تقف لوحدك ماشي ال بران نونشا ونا ترافرسامينتو فيرو بنعدي معبر سكة حديد سينسا بريري من غير حواجز فالسو السنيان ده فيجوراته ايه اوبليجاتوريو اكسترا اورباني المثلث الاشارة بتاعت الخطر اللي قدامنا اجباري ان هي تكون موجودة على الطرق خارج المدينة يعني ايه؟ يعني لو في تقاطع خارج المدينة متنظم بسمافورو مفروض اجباري لك الاشارة ديت قبل السمافورو بمية وخمسين متر جوا المدينة مش مجبرين ماشي فهو هنا في السؤال خلينا في سؤالنا مالناش دعوة لك اجباري يحط لك المثلث بتاع الخطر دوت قبل السيمافورو على الطريق خارج المدينه فيرو ان بريزنسا ديل رافيجوراتو بيزونيا موديراري لا فيلوتشيتا مفروض تهدي السرعه بير بوتيرسي اللوكورينسا فيرماري عشان تقف اذا تطلب الامر فيرو عشان لو الاشاره جابت حمرا تقف ال رافيجوراتو ايه افون جالو المثلث ده الخلفية بتاعته صفرة سي بوستو بريما دي ممكن تيرسترا لو جات قبل عمل على الطريق فيرو ال راف في إيه سينيال رافي جراتو ايون سنيال دي بريكولو فيرو ال سينيال رافي برانونشا لا بريزنسا دي اون بونت موبيلي في هنا ايه كوبري بيفتح ويقفل كوبري متحرك طب ايه علاقة الكوبري المتحرك ما احنا خدناه قبل كده في الباركود اللي عدى اللي قبل منه اخدناه يعني فهنا فالصو ال سينيال رافيجوراتو بو بري انونشاري اون باساجو ا ليفيلو كون سيمي باريري ممكن توصف مزلقان بنصف حاجز فالصو ال سينيال رافيجوراتو بري انونشا اون امبيانتو سيمافوريكو وشاكت إشارة ضوئية con disposizione della luce in orizzontale ووضع النور بتاعها ايه اوريدزونتال هي بتنط بتتنطق كده اوريدزونتال يعني بشكل افقي فهنا فيرو ما هي افقي قدامنا نايمه هي. فيرو ال سينيهلر بران نون شالا بريزنسا ديون بونت موبيلي مركز معنا في البونت موبيلي في الإشارة دي يكفى هنا فالسو ال جالو بو اسر سوستيتويتو دا اونا جالا لامبجانت الدائرة الصفرة ممكن يتم استبدالها بضوء اصفر بإيد ويطفي في فيرو لانها تأتي مع القائمة او النايمة فيرو تمام آه عشرين سؤال خلصناهم و تمام جبنا 20 اخلص يا عم اللي علي عامة الحمد لله جبنا 20 إجابة صحيحة أتمنى والله إن التعب اللي بنتعبه دلوقتي يكون إيه بنتيجة لكم آه وربنا ربي ما يحرمنا الأجر يا رب دعواتكم وبالتوفيق للجميع والله بتعاون قدر استطاعتي طبعا يعني ربنا يفتح علينا وعليكم ويرزقنا ويرزقكم يا رب يا عم احنا ما بنحاربش يا عم احنا بن بنذاكر الرخصة يا عم اقفل الله يهديك تمام آه وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته